السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم مريم عوك مسلسل شرح مادة حساب كميات. بس هذا الفيديو فيه يعني قوانين مسار أشكال منتظمة، ماذا كنا ذكرناها بالفيديو الأول اللي تصور قبل سنة ونص أو سنتين، تمام؟ هسا الفيديو يعني القوانين اللي بدك تشتغل عليها اللي هي محيط الدائرة. احنا كنا شغالين على مساحة الدائرة اللي هي باي نقاط تربيع. هسا محيط الدائرة لازم تعرفه اللي هو 2 باي ار 2 ضرب باي ضرب نصف قطر. مثلا قال لك اوجد محيط الدائرة التي نصف قطرها الار فيها مثلا 6، فبتقول له يساوي 2 ضرب باي ضرب ار اللي هو 6. اوكي، هسا بعدين في عندي شكل اللي هو الرباعي اللي معلوم قطرين فيه وزاوية. بقول لك شكل رباعي، قطر الاول قطر الثانيه والزاويه، تمام؟ فيه زاويه محصوره، فمساحته بكل بساطه تساوي نص ضرب القطر الاول ضرب القطر الثاني ضرب جيب الزاويه. مثلا قال لك رباعي قطر الاول 6 قطر الثاني 4 والزاويه بينهم 30، اوجد مساحته. بتقول له نص ضرب الاول اللي هو 6 ضرب الثاني اللي هو 4 ضرب ساين اللي هي جيب 30. اوكي، هسه اوجدنا الرباعي. هسه فوق الرباعي زي الخماسي سداسي سباعي ثماني تساعي عشاري لحد ما تخلص. اي شيء فوق الرباعي له قانون ثابت. قانون ثابت ايش بقول لك؟ بقول لك القانون اللي هو ربع افتح قوس ضرب عدد الاضلاع ضرب الضلع تربيع ضرب ضطا اللي هو 108 عدد الاضلاع. الضطا عباره عن ايش؟ الضطا اللي هو عباره عن كوتان، تمام؟ اللي هو عباره عن واحد اتان، تمام؟ يعني قال لي اوجد لي مساحه السداسي هذا كلمه سداسي، اوكي، السداسي اللي طول ضلعه اللي طول ضلعه مثلا 5. ايش بقول له؟ بقول له ربع ضرب عدد الاضلاع اللي هو 6 ضرب ضلع تربيع اللي هو طول ضلع 5 تربيع ضرب ضطا اللي هي 1 على تان ظل اللي هي 180 على عدد الاضلاع اللي هو سداسي 6. طب كيف بحسبها على الحاسبة؟ اول شيء بحسب تان 180 على 6، تان 180 او شو بتحكي 180 تقسيم 6 تساوي تان الجواب، بعدين بتحكي 1 تقسيم انسر، انا جبت هذا هاي القيمه، تمام؟ بعدين ضرب ضلع تربيع اللي هو 25 ويساوي، بعدين ضرب عدد الاضلاع اللي هو 6. هسه الكل ضرب ربع ضرب 1 تقسيم 4 ويساوي، بيطلع معك المساحه عباره عن اللي هي عباره عن 64.959 متر مربع. مثلا لو الابعاد المتر متر مربع، مثلا قال لك اعطيني مساحه الثماني طول ضلعه مثلا 7، بتقول له ربع ضرب عدد الاضلاع اللي هو 8 ضرب ضلع تربيع اللي هو 7 تربيع ضرب كوت يعني ضطا اللي بتحكي له. ما دام بتعرف ليش بقول لك واحد اتان، ما فيش عندي بالي الحاسبه كبسه الكوتان او كبسه الضطا، تمام؟ فنتعود على القانون اللي هو واحد على تان اللي هو 180 على عدد الاضلاع اللي هو كان بايش قلنا 8 8 ويساوي، بحسب اول شيء هذا المقدار، بعدين بحكي 1 تقسيم المقدار ضرب 7 تربيع ضرب 8 الكل ضرب ربع، تمام؟ بس الشكل الثالث اللي بحكي عنه هو القطع المكافئ اللي هو مساحته يساوي 2 على 3 قاعده بالارتفاع. هذا شكل القطع المكافئ، معناته القاعده يساوي 10 والارتفاع يساوي 4، معناها المساحه وتساوي 2 على 3 ضرب القاعده اللي هي 10 ضرب الارتفاع اللي هو 4. هسه الشكل الاخير اللي بنحكي عنه القطاع الدائري. ايش القطاع الدائري؟ يعني قطعه من دائره. هذا هو القطعه من دائره، زي ايش؟ زي حبه الجبنه، تمام؟ حبه الجبنه زي هيك بتكون. القطاع الدائري المساحه تاعته، تمام، هي عباره عن باي ضرب يعني باي من قاف تربيع ضرب الزاويه المركزيه على 360. هي سؤال، احسب مساحه القطاع الدائري الذي يقابل زاويه 50 ونصف قطره 25. بقول له باي ضرب من قاف تربيع عندي اللي هي 25 تربيع ضرب الزاويه على 360. الزاوية عنديها 50 هيو على 360، طلع معك المساحة. الله يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.